مرحبا. أهلا وسهلا كابتن. روح إذا بدك، أنا بنادي لك إذا احتجتك. ماشي مثل ما بدك. تعال. شو بتشرب؟ مو هلأ. لك نفوت بالموضوع فورا، شكلك مو عارفان شو اللي بدك تقوله، ما هيك؟ ايه مزبوط. خليني اتوقع، عقلك مو مستوعب. صحيح، لسه ما قدرت تشيلها لحبيبتك القديمة من راسك. ما عم فكر فيكي كل الوقت بانا، فعلا انا مو مستوعب. عن جد عم تفكر فيني بانا؟ انا وانتي لا تقول اي شيء هلا مؤيد، ما بدي تحكي شيء وبعدين تقول يا ريتني ما قلته. وبعدين انت مانك مضطر انك تاخذ اي قرار. انا حاسه اني رح اعيش معك لحظات كتير حلوه، وبظن عندك نفس الشعور، وأنا ماني مستعجلة على شي بنو. خلينا نعيش مشاعرنا بصدق. لازم تحس حالك حر من دون وعود تأسرك، يعني لا تسمح لأي حدا يمارس عليك ضغوط ويصعب عليك حياتك. شو عم تعملي؟ الجو كتير بارد، خلينا ندفى. كونياك شراب وادفى. الو، كيفك يا جميلة؟ انا منيحة، انت كيفك؟ شو صار؟ انت ليش بطلتي؟ من شو؟ كنت مفكر انك حابة الشغل، استغربت وقت قالوا لي تركتي الدعاية. كيف؟ انا تركت الدعاية؟ قالوا لي مو حابة تكوني معنا. لا مو صحيح. بجوز أنا فهمان غلط. دقيقة بس، مين يلي قالك إنه أنا تركت التصوير؟ ما بعرف بس هيك قالوا لي، وبجوز فهمت غلط. غريب، لأنه هن قالوا لي إنه أجلوا التصوير لأنه في عندهم عطل فني، وقالوا لي استنى منهم خبر ولهلأ ما خبروني شي. طيب طيب فهمت. إذا في شي يا ريت تخبرني رجاء. لا لا ما في شي، أنا كنت نسيان. قالوا لي رح يأجلوا التصوير لأنهم هلأ عم يحاولوا يصلحوا العطلة اللي بالكاميرا، بس يصلحوا أنا بخبرك. طيب عم استنى التليفون. ماشي مع السلامة. مشكور. كثير عم تحكي انه ليش امك ما حضرت خطبتنا. هيقولوا ما بهم، خليهم يقولوا شو ما بدهم. مين؟ مو كثير مهم.
زعلان لأنه راحت عليك المحاضرات؟ لا إيه حاجتك بقى؟ بعمري ما شفت واحد ملتزم مثلك ما بيروح عليه ولا محاضرة. أنا مضطر كون ملتزم. بس أخوك مانو مثلك، وضعه شاغل بالك على طول، بتضلك قلقان عليه. قصدي لأنه ما لقى شغل بعد ما رجع لهون، وحسب ما فهمت هو مو حابب يشتغل مع أبوك. في بيناتهم مشاكل؟ يعني بس هو عنده خطط وبده يبلش فيها. نحن لازم نلاقي له شي شغلة. قلت لك في عنده خطط. إذا مشروعنا زبط بنشغله معنا. إن شاء الله. خليه يشتغل بمصنع أبي لبين ما يبلش المشروع. أكيد رح نلاقي له شغل بيناسبه. لا ما بيناسبه هالشغل، هو ما بيحب يقعد ورا طاولة، مو متعود على هيك. طيب بنلاقي له شغل في حركة، مثلا بالمصنع بدنا مسؤول عن تخزين المواد، وهي بدها حركة كتير، تفويت وتطليع بضاعة وجرد المحتويات وتوزيعها كمان، يعني ما في يقعد. رح أقول له لبدر وانت قول لمهند. بنشوف. على طول متوتر، حامل على كتافك ألف مشكلة. ارتاح لك شوي، خلينا نحل هالمشكلة بالأول. لا تبلش من هلأ تطلع على الساعة. في عندي 4 محاضرات ورا بعض، ما بكفي إنه تركت طلابي وروحت الدروس عليهم وخسرت بسببي، ما هيك؟ شفتي خليتيني فلس. بس روقتك وضحكتك. امبارح من كتر التفكير كنت راح جن. بس اليوم نسيتيني كل شيء. انا بحب تكون مرتاح. انت بتنسيني همي. مهند مرحبا. أهلين. حلوين هالتياب. نيو لوك. يلا بكرة بشوفك. يلا باي. لك انت على مين عم تضحك؟ شو قصدك؟ من أول يوم بتبيع على جميلة. سامي غسل إيديك وأنا رح أسخن الشوربة. جميلة ما بتستاهل اللي عم تعمله فيها، استحي على حالك بقى. لك شو صار لك؟ والله عيب. اصحى من هالحلم اللي أنت عايش فيه. اطلعوا لفوق. مهند حل عني. مؤيد تصرفاتك هي مو معقولة بنوم. فهمني ليش هيك ساويت فيها؟ ها؟ ليش ما خبرتها من الأول وقلت لها إنك عم تركض ورا المصاري ومفاضي لقصص الحب والعواطف؟ أنت زودت كتير ها؟